احنا رح نرد ترجعوا وتخضعوا لدورات مكثفه وتكون هي دوره متوسطه اللي عملتوها هي دوره خفيفه كانت لعده ايام بسيطه. يلا حميد يلا جاهز تمام. دورات لعناصر الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية يتضمن برامج الدورات، هي دورات مبتدئة ملمة بعلوم الدفاع المدني السوري، بيطبق الجهد والعمل بأرض الواقع مع العلم وتعرفة العنصر مع مهمات الدفاع المدني والعنصر ما هي مهامه في هذا العمل. حاليا عم نستغل فترة الهدنة لتطوير الشباب وتخريج دفعة كبيرة بإذن الله من الدورات والشباب الكفء لعمل الدفاع المدني بالغوطة الشرقية. الدورة كانت بتشمل حالات الخفيفة والبدائية لحتى يكون مهيئ للدورات يعني بتدي لك الدورات الخبرة. هلا المرحلة الثانية حيكون في دورات للخبرة العالية والاختصاصات. طلال فضلي. بالإضافة لتشجير حديقة الشهداء، هي الحملة تهدف لإثبات للنظام إنه نحن نساعدنا صامدين لحتى آخر لمر، حتى أطفالنا الصغار هن صامدين معنا، هن أصلاً اللي عم يعطونا الأمل لحتى ننتصر، بيعطونا دافع لحتى نصمد أكثر ونضل أكثر. طلعنا بحملة تنظيف كلياتنا نحن الأولاد، تعاوننا مع بعض والحمد لله مدرستنا وزعوا لنا مكانس وغراض نظافية، طبعاً تعاوننا كلياتنا مشان ننظف هالشوارع مع إنه هي مي شوارعنا بس حلبية، طبعاً كلياتنا بيتنا وأخوتنا وهيك طبعاً نكنسها ومشان نحافظ عليها بمناسبة عيد الثورة الخامس. قديش لك بالعمل المسلح؟ كم سنة حاليا؟ يعني أنا صار لي هلق بالعمل المسلح هلق صار لي أربع سنين ونص بالعمل المسلح، والحمد لله نحن من وقت اللي مشينا في العمل المسلح ماشيين على هذا الطريق، وبإذن الله بدنا نتم مستمرين فيه مهما كلف الأمر. كنت يعني الموتور يلا أعرف أسوقه بالثورة السورية وبالعمل المسلح، صرت أسوق سيارة، صرت أرمي على الدبابة، صرت شوفير بي ام بي برمي على 23، برمي على 14.5، برمي على الهاون 120، برمي على الهاون 82، على كل أنواع الأسلحة صرنا نرمي من عدا الطيران. قمنا بالثورة لحتى نسقط هذا النظام، وإذا ما سقط النظام ما في حدا بسوريا بيحسن بيعيش عيشة هنية، ولا حدا بيحسن بيرجع على بيته. نحن أغلب الناس هلق في سوريا أغلبيتها قاعدة بالمخيمات ومهجرين،
ولا وما بيستطيعوا يعني يحسنوا، خاصة اللي بيوتهم متاخمين على الأراضي اللي هي تابعة للعلوية جبل الغربي، ما بيحسنوا يقعدوا بخيمة، مو حتى ببيوت، بخيم ما بيحسنوا يرجعوا يقعدوا. ما زال هذا النظام لحد الآن قائم بالعمل العسكري على هذه الثورة السورية. أمنياتي بعد الخمس سنين أنه يسقط النظام ونرجع إلى أهالينا ونرجع على بيوتنا. يعني إذا رجعنا على على ضياعنا وعلى بيوتنا، كل واحد بده يرجع على بيته، بده يلاقي ابن عمه مفقود، بده يلاقي أخوه مفقود، بده يلاقي أخته مفقودة، بده يلاقي أبوه مفقود. يعني إذا بدنا نرجع على ضياعنا وعلى بيوتنا وعلى أهالينا، ما في بيت في سوريا بالمناطق المحررة إلا فاقد يا أخ يا ابن يا أخت يا أي شيء من العائلات الموجودة بالنسبة للمدنيين. أخي الكريم، أنا كنت عسكري لدى قوات النظام، كنت في مدينة البوكمال أخدم هناك دفاع جوي. بعد ظلم النظام وبطشه بالثورة السلمية كانت تطلع مظاهرات ببداية الثورة، فكان النظام لديه حقد على الناس، فكان يعني قصف بالمدفعية بالهاونات بالدبابات، المهم كان يقصف بشتى الوسائل، بده يفرق المظاهرات، يعني ما بده تعبير رأي أو حرية كاملة عن الموضوع. لذلك أنا قررت من بداية الثورة المباركة انشقيت عن النظام من مدينة البوكمال وتنقلت حتى وصلت إلى ريف حما. مرت علينا بهذه الثورة لحظات مؤثرة كثير، يعني من أهم اللحظات التي يعني سبحان الله حطت بقلبنا إحنا بعد ما دخل الطيران الروسي على المنطقة، اللي كان يحرق الأرض، يحرق الأرض من السماء. يعني تخيل أخي 200 غارب اليوم، المطار كل 5 طيارات جاية بتنفذ، كدن ما توصل المطار إلا طلع هاي. فقدنا كثير من أحبائنا على يعني استشهدوا قدامنا بالطيران الروسي، ولم نستطع حتى إنه نسحب جسسهم. سبحان الله أخي، إن شاء الله الثورة راح تظل، ولأنه ثورتنا إحنا مو ثورة فصيل أو كتيبة أو لواء، إحنا ثورة شعب، إحنا ثورة شعب، وهذا الشعب ما عد يعني مت أنا بيطلع أخي، مات أخي بيطلع ابن أخوي. إحنا هاي الثورة مباركة إن شاء الله، ثورة مباركة قامت على يد أطفال، وراح تتم إن شاء الله الثورة، يعني إنه ما راح نقعد ببيوتنا حتى يسقط النظام، حتى يسقط النظام. نحن ثورتنا ثورة شعب صفت، مو ثورة كلمة أو منبر أو بارودة، ثورة شعب، وإحنا قايبين في الثورة إن شاء الله حتى أسقط هذا النظام. طيب أخي، بعد 5 سنوات من الثورة لو تمنيت، ما هي أمنياتك؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذا النظام، هو وأعوانه وكل من سانده. أمنيات شخصية؟ هذه أمنيتي الوحيدة، أن يسقط هذا النظام هو وأعوانه. والله الحمد لله أمورنا كويسة وماشي الحمد لله الثورة، والحمد لله منتصرين إن شاء الله وتعالى، منتصرين الحمد لله بإذن الله، لأنه نحن ماشيين حاطين عيننا بعين الله وماشيين، شايف؟ وهو جاب روسيا، شايف؟ ونحن ما معنا إلا الله الحمد لله، ومنتصرين إن شاء الله عليه، إن شاء الله منتصرين. فقدت حدا من أقربائك بالثورة؟ نعم، فقدت أولاد أختي، فقدت ابن خالي، فقدت شباب يعني كتير. أنا صوبت 2 3 وطالعوني 2 3 من تحت الركام، والحمد لله الله ما له عمر، ما يعني بدي عيش، ما بدي مو خالص يومي، ما أطعمني الشهادة، وإن شاء الله ماشيين بهالثورة. والله أمنياتي إن شاء الله وتعالى ننتصر ونحرر ونرجع لبيوتنا، ونرجع يعني شايف هالشعب، يعني فعلا يعني نحن دغنا الأمرين بهالثورة، ها، وتعبنا كتير، شايف؟ وشنشطنا يعني في عالم صارت بتركيا، صارت عالم بالمخيمة، صارت عالم هيك، ما في إلا الشباب هون الحمد لله، يعني أمورنا كويسة تمام. والله إن شاء الله وتعالى ننتصر عليه. Thank you.
عام جديد وموسم جديد على الأمة العربية والشعب السوري إن شاء الله. وإحنا هون شعب مزارع ومقادح بالأرض ومشتغل ومنعتبل، والرغم الصعوبات والرغم غلاء المازوت والمواد والمواد الأسمدة والأتربة والمحروقات، عم نتابع عملنا وشغلنا بالأرض وبالشجر. وعندي أنا هاي المزرعة بتتألف من 5 دلومات، خوخ ودراق مشمش وفيها رمان، يعني احنا بنقول مثل الجنينة. وعم نتابع عملنا وشغلنا، وإن شاء الله احنا سلاحنا يعني عند بيد رب العالمين، وكذا سلاحنا رب العالمين وجدح الخوخ وهالش اسمه هذا سلاحنا. طب انتم كمزارعين يعني شو الصعوبات اللي بتواجهوها حاليا بظل الظروف الصعبة اللي تعيشوها؟ المحروقات والمواد الأسمدة والأتربة والرغم هالشي هذا احنا متابعين عملنا وشغلنا بال يعني رغم هالصعوبات ورغم الطرقات ورغم الأمور الصعبة عم نتابع عملنا والباقي على الله. يعني عم نعشب، عم نقنب، عم نبخ للأدوية، نبخ علاج شو اسمه مشان يصير عندنا محصول ناجح وموسم ناجح إن شاء الله. والخير يا منعم بعم على الجميع، وإن شاء الله بعم على الشعب السوري وعلى العرب كله. السنة يعني مبشرة، وعم نتابع أمورها أول بأول، نشوف شو بدها أدوية، شو بدها أسمدة، شو بدها عناية. شوف يمكن نقلب الموسم تفاح، يمكن نقلب الموسم يعني الموسم المواسم قادمة كثير إن شاء الله، والأجيال صاعدة والوضع إن شاء الله الحمد لله مليح. بدأنا موسم جديد، الفول والبازاليا والخس والمواسم الشتوية، ورغم الغلاء والمزوت والمواد والتكاليف غالية استمرينا بالعمل. أمور صعبة علينا وغلاء مزوت التكاليف غالية، استمرينا بالزراعة بدنا نعيش ويعين الله.